طبعاً عند الإصلاح بين الناس هناك آداب أبعطيكم إياها في هالعشر دقائق بسرعة. أول شيء جواز الكذب، أن تعلم من بين أختك وبين زوجها مشكلة وهي تقول ما يحترمني ولا يحبني ولا إلى آخره، فجئت أنت وقلت ترى أنا سامعة قبل أمس في المجلس يثني عليك، وقال لي واحد من أصحابه أنه يحبك وأنه مشتاق إليك وأنه كذا، بس إبليس دخل بينكم. أنت لما تقول له هذا الكلام المصنوع، هي لما كانت تبغضه وزعلانة 100% هذا الكلام يبدأ يكسر، ينزل إلى 70% 60% 50%، أليس كذلك؟ أنت لو تقول لفلان أنا ما أبغى أكلم فلان ولا ليش، تقول والله يا أخي تزوج ابنه وأنا جاره ولا عزمني، دليل أنه يستهين بي وأنه لا يريدني أن أحضر ولا أسوى عند الشيء. فقلت لا 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 لا، ترى عاد أنا أسمع دائما يثني عليك ويقول عندي جاري فلان كذا وكذا فهذا الشخص الذي تقول له هذا الكلام بدل ما كان غضبان 100% ينزل الغضب قليلا. هذا في جواز الكذب للإصلاح بين الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، يعني الذي يصلح بينهم حتى لو كذب في شيء من هذا. طبعا الإصلاح بين الناس ليست القضية أنك تذهب تصلح، القضية على أسلوب النصيحة. ترى ليست القضية أنك تقول والله أنا عندي معلومات وعندي، لا، القضية ما هو الأسلوب، أنك تعرف المدخل اللي تدخل منه على النصيحة. ذكروا قالوا كان فيه ناس أرادوا أن يبحروا بسفينة فتعطل محرك السفينة، محرك كبير جدا تعطل، فنادوا المهندسين ونادوا واشتغلوا وصلحوا ما تحرك أبدا. فذكر لهم شيخ كبير ميكانيكي، لا مهندس ولا شيء، عنده خبرة شو. قالوا طيب إذا المهندسين ما صلحوا، قالوا طيب جيبوا الميكانيكي. فجاءوا بالميكانيكي، فجاء معه شنطة صغيرة والمهندسين يجيبون أجهزة. قال وين المحرك؟ قالوا المحرك هنا. فجاء ودخل الغرفة وجلس يمكن نصف ساعة يدور وينظر يمين، ما حرك شيء، يتأمل يمين يسار من تحت من فوق، وهم يرقبونه المهندسين الكبار يرقبونه. ثم راح لشنطته وفتحها وإذا فيها مفكين ومطرقة، طلع مطرقة صغيرة ودخل يده بين المحرك، هذا في مواصيره دخل يده بينها وضرب له برغي ضربتين ثلاث طق وشغل واشتغل المحرك. قالوا لا إله إلا الله، صلحته؟ قال صلحته. قالوا كم حسابك؟ قال 10,000. قالوا إيش أنت ماذا فعلت؟ 10,000. قال 10,000. قالوا عطنا فاتورة، عطنا فاتورة يعني حتى نرفعها المحاسبة وبين فيها إيش استعملت، إيش التكاليف، إيش إن كانك استعملت برغي حطيت قطع غيار. فكتب لهم فاتورة قال قيمة ضربتي بالمطرقة، المطرقة قيمتها 2,998 ريال قيمة خبرتي، أني أنا عرفت أن المشكلة في هذا البرغي. فهي القضية ترى ليست القضية أنك تضرب البرغي، القضية أي برغي اللي يضرب، ما هو الكلام، ما هو المدخل لتصلح بين هذا وهذا، هنا القضية، أنت كيف تقدر أنك تصلح بينه. أول شيء أنه يجوز الإصلاح، يجوز الكذب في الإصلاح. الأمر الثاني كن مبادرا للإصلاح، لا تنتظر تقول لك أختك تجي تصلح بيني وبين زوجي، أو صاحبك يقول لك تعال اصلح بيني وبين أمي أو بيني وبين أبي، أو جارك يقول لك تعال، لا، أنت إذا علمت بين أحد وبين أحد مشكلة أنت اللي أركض وأصلح بينهما، اغنم الأجر، اغنم الأجر قبل ما يغنمه غيره، اغنم الثواب، بادر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله إن أهل قباء بينهم شيء، قال قوموا بنا نصلح بينهم، ما قال طيب هم أرسلوا لكم طلبوا منكم الإصلاح قالوا لكم شيء، لا، قال قوموا بنا. أنت أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت احرص
إنك إذا علمت إن في مشكلة تقول أنا لها، الله يجعل يعني نهاية المشكلة على يدك. بينها المدير وبين مدرس مشكلة، إن شاء الله أني بصلح بينها. بين الأم وبين ابنتها مشكلة، إن شاء الله أني بصلح بينها. أروح أكلم إمام المسجد إذا كان لا يقبل مني، والله أنا بتصل بفلان يصلح بينهم كذا وكذا. احرص على أنك تبادر، هذه النقطة الثانية. الثالث، الله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح. ابدأ أول شيء بتفكيك الحزمة، لما تصير الحزمة فيها 20 عود لا تكسرها، فكك وكسر كل عود لوحده. أول شيء تعال عند صاحب المشكلة، عند الأب، يا أخي ترى ابنك ما يجوز أنك تقاطعه، ابنك هذا يعني ربما تركك وأفسد الشيطان اقعد أعطه من هذا الكلام. ثم اذهب الابن وكلمه لوحده، لأنك إذا كلمتهما مع بعض ربما حضر الشيطان بينهما، لكن لما تفكك الحزمة عند هذا وتفكك الحزمة عند هذا أنت بهذا تصلح. لذلك الله تعالى قال لا خير في كثير من نجواهم، المناجات، ثم قال أو إصلاح بين الناس، لأن الإصلاح يحتاج إلى مناجات بينك وبين صاحب المشكلة. منها أيضا الرفع من قيمة المتخاصمين. تقول يا أخي أنت رجل عاقل ويعني وأنت أكبر من أنك يعني تختلف مع زوجتك وأن عندكم عيال، واللي أعرف يا فلان أنك إنسان طيب وخلوق وكريم مع الناس، يا أخي أنت تعفو عن الناس البعيدين، كيف ما تعفو عن زوجتك ونحوه؟ ارفع من قيمته، حسسه أنه ما يليق به أن يحدث مشكلة، ترى هذا أسلوب مقنع للآخرين. كذلك التدرج في عرض الصلح، لما يقول لك مثلا أنا بطلقها، ليش تطلقها؟ بطلقها وتزوج غيرها. طيب يا أخي تزوج غيرها من غير ما تطلقها، ممكن تزوج غيرها وتبقى في ذمتك. قال لك ما أبغى أدخل بيتها أبدا، لا تدخل بيتها ولا تشوفها، تعال سلم على عيالك. هذا إيش اسمه يا جماعة؟ إيش؟ تدرج. هو ما يريد يشوف زوجته، بينه وبينه مشكلة كبيرة، لا تشوفها يا أخي ولا تنام معها ولا تدخل غرفتها، تعال سلم على عيالك بس. هو لما يدخل البيت مرة مرتين يتدرج، تبدأ المشكلة تذوب. واحد بينه وبين أبيه مشكلة، أبو يسوى كذا ولا اشترى لي ولا صلح لي ولا، طيب تعال ادخل البيت بس سلم على أمك، لا تسلم على أبيك. أنت صار لك سنة ما تأتي لأمك ولا أبيك، تعال سلم على الأم لا تسلم على الأب. إذا كسر الحاجز النفسي وسلم على الأم ودخل البيت تيسرت الأمور بعد ذلك. كذلك إذا أصلحت بين اثنين تابع الموضوع، ها وش أخبارك مع زوجتك، عسى أموركم إن شاء الله طيبة، على الأقل أسبوع أسبوعين. ممكن يقول لك لا أمس غاضبتني مرة ثانية، يا رجال اذكر الله وانسى الموضوع، حاول أنك تتابع لحل النزاع. كذلك التصور الواضح للمشكلة، بعض الناس أحيانا يستعجل في موضوع وهو ما يدري إيش المشكلة أصلا. افهم الموضوع من الاثنين قبل أن تقضي في القضية بينهما، أنت في الحقيقة قاضي. كذلك اختيار الوقت المناسب للصلح، ما تأتي وهو تعبان جاي من الشغل، ولا هو غضبان، ولا ميت ولده أمس، ولا ميت أبوه، تقول تعال بصلح بينك وبين زوجتك. لا، اختر الوقت المناسب حتى فعلا الصلح يؤتي ثماره. كذلك المكان الذي يعقد فيه الاجتماع للصلح يكون مكانا مناسبا. كذلك المحافظة على آداب المجلس، يعني ما تخلي أحد يصرخ على الثاني، يسبه، يلعنه. اذكروا الله يا جماعة، وإحنا ترى اجتمعنا نصلح، ما اجتمعنا نتهاوش وكل واحد يحفظ لسانه، وإحنا الحين في محضر خير ونحوه. لأنك لو سمحت لهم كل واحد يقول للثاني الله كذا إلا أنت اللي كذا، يمكن زادت المشكلة وتفرقوا. لكن حرصك على أنك تصلح هذا مهم. وأذكر مرة جمعت مجموعة عندي للصلح وبينهم مشكلة يعني وجمعتهم، فتناقش اثنان منهم، هم أربعة لوحدهم وأربعة لوحدهم تقريبا يعني فريقين، فتناقش رأس هؤلاء ورأس هؤلاء، وبدأوا صراخ وهواش، وأنا أقول يا جماعة اذكروا الله، والله ولا التفتوا إلي، يا جماعة اذكروا الله، يا جماعة احنا جينا،
فغضب أحدهما وأراد الخروج. أنا ما همني يطلع، بس المشكلة العشاء من بياكله إذا طلعوا ذابح ذبيحة وبتورط بها أنا. والله العظيم لقيت الذبيحة كذا، فجيت وقفت عند الباب، قال بطلع، قلت والله ما تطلع وأقفل الباب. إيه والله، وأخذ رأسه وقبل رأسه، يعني مع أنها أصغر مني سنا، وقبلت رأسه أرجوك عشاني عشاني عشان أجلس. قال ما تسمع وش يقول هذا؟ قلت اذكر الله يا رجال، اقعد، والله ما تمشي لم تعشي، هذه كرامتكم، اقعد. حتى يسر الله وهدأوا. فأنت حافظ على أداب المجلس عند الصلح، لا تسمح لهم بالسباب واللعان، لأنك إذا واحد سب الثاني وأنت يا المصلح ساكت هذا بينتقم لنفسه. لكن إذا لاحظ أنك تقول اذكر الله، طهروا مجلسنا عن هالكلام، ارفعوا المجلس عن الكلام اللي ما يليق، تجده خلاص يرضى، يقول خلاص المصلح رد عني. كذلك أحيانا بعض أنواع الصلح تحتاج إلى كتابة، مختلفين على أمر مالي، إخوة مثلا ورثة مختلفين على شيء، زوج وزوجته، وقالت الزوجة بس أنا أشترط عليه كذا كذا كذا، احرص تكتب هذا، الكتابة مهمة. قل طيب خلاص نكتب الكلام، خلاص يا فلان أنت مختلفت، أنت وأخوك على الأرض التي مات أبوك وورثتموها، خلاص اتفقتوا إيش إن لك الثلثين وله الثلث، خلصنا، لأنه أبوك أعطاه حال حياته إلى آخر، اتفقنا، يلا بسم الله، واكتب الكلام وشهد شهود، لأن بكرة ممكن يختلفون ويقول أحدهما أنا ما قلت كذا. لا يا حبيبي أنت قلت، شوف الورقة. هذا مهم في بعض الأمور، مهم الكتابة. أما الأمور العادية، واحد متهاوش مع أمه مع أخيه، هذه ما يحتاج كتابة. لكن الأشياء اللي فيها حقوق، اللي فيها حقوق، احرص على أن يكون فيها كتابة. أنت مثل القاضي الآن بينهما. كذلك ألا تسمح لغير أطراف الخصومة أن يحضروا. يجيك مثلا واحد مختلف مع أخيه على مال، يجيب هذا مع صديقه وهذا صديقه، تقول رجاء الأصدقاء يطلعون، إحنا نبغى أصحاب المشكلة الأصليين، لأن قد يتدخل أحيانا أشخاص لا علاقة لهم ويفسدون بينكم أكثر وأكثر. هذه هي الإخوة والأخوات، فضائل الصلح بين الناس وجمع القلوب، وهنيئا والله لمن حرص على أن يحوز هذه الفضيلة.